السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر سليم، متفرج على قناة بيم أريبيا، والنهاردة هنتكلم على المسمى الوظيفي للبيم كوردينيتور. عشان تبقى بيم كوردينيتور لازم فترة من فترات تشتغل كمودولر أو تشتغل كمهندس بيعمل الموديل، يعني أنت تعمل بإيديك الموديل فترة من فترات. يعني مينفعش واحد يجي من بره كده ويقول أنا بقيت البيم كوردينيتور، لأن هو مش هيبقى متخيل الموديل بيتعمل إزاي، أو دي بتنفع ودي بتنفعش، او يقعد يسال اسئله غريبه دي اللي ما عملتش. انما لما يكون ايدي في المطبخ هيقدر يجاوب على الاسئله دي بتاعته بنفسه. ده طلب وظيفه حقيقي لاحد الشركات. تشوف ايه الحاجات اللي هو مهتم بيها. هو مهتم ان الشخص ده يكون عنده مهاره القياده، يكون عنده مهاره حل المشاكل، ويكون يقدر يشتغل مع فريق. طالب ان هو يكون يقدر يفتح الموديل ال 3D، يقدر يعمل اكسرو جواه، يقدر يكتشف فين المشاكل. سيبنا من اسامي البرامج، لان ممكن تروح شركه تكون شغاله على برامج اخرى، المهم يكون عندك المهارات ديت. تمام، ولو انت بتعرفها في برنامج سهل جدا تعرفها في برنامج اخر. تقدر تراجع الموديل، تقدر تكتشف المشاكل، تقدر تعرف المشاكل بأكتر من طريقه. يعني الكلاشات دي من ضمن المشاكل، ممكن تمشي تلاقي عنصر مش موجود او عنصر طاير في الهواء، فتقدر تعمل ريبورت بيها. عندك إمكانية إن أنت تعمل ميتنج مع الناس وتوريهم الشغل عامل إزاي، وتوريهم البروسيس اللي إحنا ماشيين عليها. عندك قدرة إن أنت تصمم، إن أنت تحل المشاكل، إن أنت تعمل سبورت للناس، تقدر تعمل أبديت للبيم بروجكت دوكيومنتيشن، في ورق بيبقى مطلوب منك بتقدر تعمله. ال 3D Model Quantity تقدر تطلع الحصر، تقدر تطلع ال 4D، تقدر تربط الشغل بتاعك بال 4D. دي من الحاجات اللي هي المهمة. ويكون تعرف برامج تعمل موديل، تكون تعرف برامج تعمل ال 4D أو ال 5D، ويكون عندك القدرة على التعامل مع الأوتوكاد، ويكون عندك معرفة بالبرمجة. تفضل مش شرط يعني، لأن هو البرمجة هو اللي بنربطه بالموديل بتاعنا كتجربة زمني مع الموديل. وتكون عندك قدرة على إن أنت تتعامل مع البرامج الأساسية اللي هي الوورد، الإكسل، أوتلوك، باوربوينت. على أساس لو طلب منك تعمل تقرير، طلب منك تعمل برزنتيشن، يكون عندك الإمكانية ديت. تكون عندك معرفة بالبيم، وتكون متابع قناة بيم أريبيا. لو مش متابعها أعمل